السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اول شيء بغيت تقدم لنا بعدا السميه ديالك والكنيه. نعم الاسم سي محمد، الكنيه الطويل. هاد البلطقه اللي احنا دابا فيها تبارك الله كنشوف واحد المكان فيه الطبيعه، بغينا نعرفوا اش اسميه هاد البلاصه اللي كتسمى دوار الحجبه بن خلف، عمليات محمديه اخر هذا حدود المنطقه المحمديه. يعني كيبان لي شريف ملي كنا جايين عندك انهم قطعنا حوالي 3 كيلومتر او 4 كيلومتر ديال لابيس، يعني كما قلتي واحد المنطقه اللي هي نائيه جدا. هذاك الشيء اللي شتي سيدي هو اللي كاين، حنا وقت الشتاء ما تنخرجوش، وقت الشتاء ما كنصيبوش كيفاش نخرجوا من كثره الغيس وكثره الانهيار ديال التربه في الطريق. حنا كتقطع لينا الطريق حتى النهار اللي كتمشي في الارض عاد ممكن لينا نخرج. والغريب في الامر انك على ما حسب اللي شفنا انه عندك واحد اربعه الابناء اللي معاقين، بغيناك تحكي لنا على هاد الوليدات. هادوك الوليدات اسيدي انا كنعاني معاهم ملي كنت خدام، كنت متكفل بولاداتي، ما كنتش كنحس بان اولادي ما كان كيعرفهم حتى واحد في الحقيقه. الوقت اللي كنت خدام ولادي راه عندي عندهم العاهه ديالهم معاهم، ولكن حتى واحد ما كان يعرفهم فين غادي يبانوا على الوجود. حتى ال 2000 عاد بدا كيبان هذيك الساعه، لان وليت انا اضطريت خرجت من الخدمه وداك الشيء، وليت كنحس بوليداتي بانه خاصهم كيفاش ندمجهم، كيفاش مع الناس، كيفاش هذا هو الشيء اللي وقع لي. دابا هنا في الناس عاد عرفوا هذاك هذا المرض اللي قلتي لي تقريبا. اش من يعني امتى شعرتي بهذا الدري بداو كيتعرضوا لهذا النوع ديال الاعاقه؟ بحال العمر ديالهم مثلا رضوان بدا على 16 عام. واش هي اش من سنه تقريبا؟ تقريبا 16 عام. هذيك الساعه سيدي غتكون عندو لا اش من عام اكتشفتي هاد يعني لاحظتي هاد التغير؟ تقريبا بدا في 2000 وفي 2000 تقريبا 98 2000 هذا هو اللي واش ملي لاحظتي شنو درتي؟ اتجهت للاطباء، كنمشي عند الدكاتره اللي زعما مختصين في هذاك الشيء ديال الاعصاب. وهذا هنا في المحمديه ساعه ما كاينش اختصاصيين ديال الجهاز العصبي. هذا عطاوني هو واحد الدكتور عطاني رساله قال لي باش نمشي عند الدكتور بن عمر في السويسي. قال لك الاخصائيين كاينين في السويسي هما اللي غادي ينصحوك بالطريقه ديال هذا المرض اللي عند ولادك. وفعلا ملي اتجهت للسيد الدكتور بن عمر خدا البحث ديالو مع الدري وهذا، وقال شدو نعس عنده واحد 3 شهور وبقات الدراسه ديالو عنده وكيراقبو كذا الى اخره. وفي الاخر عيط علينا حنا باش خدا العائله كلها باش يدير تحليلات، وفعلا دار دوك التحليلات ديال المراه وانا والوليدات الاخرين اللي باقيين، وباش ياخذ ديك المعلومه على الحاله ديال الدري. من بعد عاد بقات من بعد هذاك الولد ملي خرج من السبيطار وجا عاد الولد الاخر ثاني تصاب. صافي ملي تصاب لي الولد الاخر بقيت كنتراسل مع سيد بن عمر، قال لي ودي راه الحاله ديال هذاك الولد ما كايناش هنا، ما عمرنا زعما الحاله غريبه، حاله غريبه ما عمرنا شفنا عليها. قال لك دابا كاينه دراسات برا ربما غتكون على هذه الحاله ديال ولدك، و الا توصلوا هذوك الناس لشي دراسه يمكن احنا حتى حنا هذيك الساعه غادي نبقاو معاك على اتصال. وفعلا بقى كل عام تقريبا بحال هكا عام ولا شي حاجه كيجي عندي للدار ملي كنت ساكن في عباد، وتجيت هنا هو يبقى كيجي عندي حتى 2014 في شهر 7 جا عندي نيت فعلا ودار دراسات وجدد لي الدواء للدراري. جدد لهم واحد الدواء اللي ما كاينش هنا في المغرب كيجي من برا، وهذاك الدواء ملي كنحصل فيه كيجيبوه لي بعض الناس محسنين. كاين بعض الحباب اللي هما كنقول لهم ودي هذاك الدواء ما كاينش، عارف الوليدات مرات تيقول لي ودي عطينا على الاسم حنا نجيبوه لك. وفعلا كاين بعض الناس اللي هما كيوفروا لي هذاك الدواء للوليدات، ولكن الحاله الماديه من جهه ولادي انايا ومن جهه هما دابا تيقلقوا ولا دابا تيبغوا خاصهم يخرجوا. خاصهم دابا قال لك حنا بحال دابا تخرجنا لجيت البحر نشوفوا ما تبقاش دايرنا هنا في هذه. دابا اسمعني قاطعك، بالنسبه تيهضروا عادي تيتكلموا عادي؟ هو عندهم واحد شويه بحال الهضره ثقيله باللسانات ديالهم، بحال اللسانات ديالهم كيلوتي. قلتي لي بانه كاين اللي كيحبوا على يديه كيحبوا، انت غتشوف كاين اللي ما كيرضاش مثلا كيتمسك بالحيط. وحنا كنشوفوا واحد المنطقه اللي شبه منحدر، انت كتخاف عليهم ربما يقدر يطيح علينا. كنشوفوا الوراء ديالنا كاين يعني هذه هي الحاله هاويه خطيره. لا ما كنخليهمش يخرجوا حدهم الدار، انا دائما معاهم. الا خرجت انايا تبقى الام، والا خرجت الام نبقى انا. ما يمكنش لينا نخرجوا كلنا من الدار، حيت الا خرجنا وسدينا عليهم
كنخافوا لا توقع شي حاجه في الدار من ورانا. قلت لي بانه دابا هاد الابناء ديالك ملي كيوصل يعني كيكون الحاله ديالهم عاديه طبيعيه، ولقيت اللي كيوصل يعني الابن ديالك 16 سنه كيتم تغيير الحاله الصحيه ديالو كتدهور من رجلين، بداهم كيبداو من رجلين كيبداو يضعفوا، كتبدا جاي الجسد ديالهم الفوق بحال هذاك المرض ديالهم كيطلع من التحت وغادي معاه. ولكن دابا كاين عندهم غير رجلين واليدين، وفي جهه الصدر ديالهم دابا شتي الوليدات تقول الحاله عاديين، ولكن اليدين ورجلين هما اللي ولا اللي دايره ما تيتحكموش. دابا حتى الكاس اللي بغى يعطيتيه لي ديال باش يشرب اتاي والحليب ما يشدوش. طلبتي اسمح لي درتي شي شكايه؟ طلبتي شي مساعده من الجهات المعنيه، جمعيات العماله الجهات المعنيه في الجهات المعنيه كلها ارسلت لهم. شحال تقريبا الرسائل اللي كتبتي؟ تقريبا اكثر من 5 العمال دازوا في المحمديه كنصيفط. كاين اللي عنده 10 رسائل 5 رسائل كنصيفطهم ليه بار بوست، وما عمر شي حد فيهم. وكندير مقابله السيد العامل باش نشوف السيد العامل، نجلس معاه عير جلسه بحال هكا نتحاور معاه ونشكي عليه، ما كاينش شي رد فعل منهم. ما زعما ما حتى واحد فيهم استقبلني لحد الساعه. عمر ما تلون عيط لك شي واحد قال لك مثلا راه تعمر شي ميل في مثلا تبع شي ميل خاص بالادويه كذا مثلا ولا شي حاجه بهذا الشكل؟ انا كنت كنكتب رسائل للجهات المعنيه بما فيهم محمد السادس قدس الله ينصره الله ينصره ومولاتي الاميره، وكان جواب من السيده الاميره هي اللي قال لي هذيك الساعه 2007 القائد ديال بني خلف ديال قياده بني خلف قال لي راه كاينه شي مأدونيه ولا شي هكا بحال هذا الشكل، راه جاتك من عند الشريفه دابا راه خاصك تاخذ هذه الورقه وتمشي عند الجدرمي يديروا معاك بحث فعلا. مشيت عند الجدرمي قالوا لي علاش كنتي كتكتب وكيفاش وهذا، قلت لهم كنكتب على وليداتي، راه عندي 4 معاقين الحاله ديالهم راه لا شتيهم تاسف اكثر من راه اللي شافهم يبكي، ماشي غادي اللي شافهم راه يبكي في الحاله ديالهم. انا راه باكي في الداخل ديالي، في قلبي من الداخل كنبكي على وليداتي، وكان ما ساتسجد ملي مشيت هذيك المأدون اللي كيقولوا هما مأدونيه البحث ديالها ما كملش من 2007 لدابا ما كاين. لا واش كونتي شي وثائق ديال هذاك الملف ولا غير على البحث؟ على البحث غير التحقيق على التحقيق صافي. قال لهم الدراك رجال الدراك قالوا لي راه العماله غادي يردوا عليك الجواب، من تما ما شفت انا لا جواب لهم. ما حاولتيش تتصل بشي مسؤول في العماله؟ كنمشي دائما للعماله وباش ندير يقول لي سي طويل واخا من هنا هذه وهذا بحال شي بحال لا كي شي ولد كتلاهي. المهم دائما كيديروا لي حوايج اللي زعما قنعوني بهم ورجع بحالي. نوع المصاريف دابا اللي كتطلب لك هاد الابناء مثلا شنو هو المشاكل اللي كتعاني والمصاريف اللي مثلا كتطلب مثلا من المحسنين ولا من الجهات المعنيه باش يساعدوك فيها مثلا؟ عطينا شي حاجه. دابا انا شغنقول لك الولاد راه دخلتي دابا وشفتيهم غادي تشوف الحاله ديالهم اللي هي تقول انت شنو اللي خاصهم. انا رانا مخصوص من كل شيء. انا دابا غير على ولادي دابا باش نهزهم ونهبطهم هي المحمديه هذه 18 كيلومتر ما عنديش علاش نهز. خصني دابا يعني 18 كيلومتر ما بين المحمديه المقر السكن ديالك بالاضافه اللي قلنا واحد 3 كيلومتر او 4 كيلومتر اللي هي طريق غير معبد. غير معبد. دابا خصني على الاقل بعدا غير علاش نهزهم هادو 4 الرجال، راه 3 رجال وبنت راه تقال عليا، خصني انا دابا سياره ليهم. ما بالنسبه انا كنقول بالنسبه لولادي خصهم حاجه شكون ما لقيش اللي عطاني. دابا بغيت نكري لهم طاكسي خصك تدخلي ب 70 درهم يجيبك ب 70 درهم طاكسي. إلا مثلا عير جيتي نتايا من عالويزيه لهنا 70 درهم، أما إلا ديتي المحمديه 100 درهم، ولا بغيت تخرجهم ديهم يدورو شويه مساكن يشوفو بعينيهم خاصك ليهم تقريبا تا هما 3000 ولا 4000 ريال. هادي بعدا الطاكسي يديك ويخليك تما حتى العشيه باش يجيب. وين عرفتك العمر ديالك بالضبط؟ أنا أصغر ابن دابا اللي هو معاك وأكبر ابن عندك شحال العمر ديالك تقريبا؟ الصغير والكبير؟ كاين 44. يعني الكبير عنده 44 سنة؟ الكبير عنده 44 والصغير عنده 38، هما 4 دابا 44 42 40 38، هادو هما الكبار عندي. انا اللي كنت ولدتهم وقلت نتلا في الكبر ديالهم، ساعه انا دابا كبرت وباقي هاز وليداتي. لان ما نسيت ما قلتش لك كان الدكتور بن عمر الله يجازيه بخير ملي كيجي يشوف الوليدات كان جاب معاه واحد رئيس جمعيه من سلا، وقالوا لي ودي واش ممكن تعطينا الدراري باش نديهم نديروا بهم في واحد الوقت في هذاك التاريخ ديال 2002.
اليوم ممكن نديهم زعما باش يبقاو يتعلموا شي حاجه ويبقاو يتنقاو تما وكذا الى اخره، ويبقاو تحت رعايه الجمعيه، وانت تقال من هذه المسائل. قلت ودي ما يمكنش نعطي ولادي، هذا هو اللي كاين. انا ولادي راه عزاز عليا وكبدتي هذو، ما نقدرش نفرط فيه. هذا هو الشيء. شنو اللي كطلب هذا المربر ديال المطالب ديالك؟ واش كان نقول لك انا حنا عند الله والمحسنين مطالب كثيره. مطالب كثيره المحسنين راه يشوفوا فينا. ما بالنسبه للناس الاداره راه هملونا وضيعونا وما شافوش في حالنا. راه زعما كنت اسفوا لهذه الحاله اللي هي دولتنا دوله الحق والقانون، وفي الاخير ما كاينش بحال هاد الناس مهمولين. راه ماشي هما اللي مراد، هاد الناس اللي غادي تشوف دابا ماشي هما اللي مراد، حنا اللي مراد، حنا الوالدين اللي مرضونا. العمر ما غاديش نضمن عمري غنبقى عايش ليهم غدا ولا بعد غدا، الا قدر الله مت هذاك التقاعد اللي غيموت معايا وهم غيبقاو يضيعوا، ما عندهمش ريال دخل واحد ما عندهمش باش غيعيشوا. اذا فاهم كما قلتي الام ديالهم كتعاني، المهم عندها مرض السكر مزمن. انت غتدخل تشوفها وما بقاش عندها دابا الدواء ديالها اللي كتشربو، دابا ولات الحاله ديال مسكينه هبطات لواحد الدرجه ولا فيها عال تشوف القسده بلا الحد. دابا كتبان لك الحاله ديالها ماشي هي هذيك، انت غديرو تشوف. راه زعما ما نقولش لك اخي، كنطلب الله تعالى هو يحنن علينا قلوب المؤمنين والناس اللي هما في قلبهم الاحسان، هما يشوفوا الحاله ديال وليداتي. ما انا بالنسبه لي انا راها كنقول رانا كافي راسي كون ما كانوش هما، ولكن ملي ولا ولادي دابا تخلص الماء تخلص الضوء تخلص كاع المصاريف ديال الحياه خصهم هما تقريبا نقص لهم الدواء تمشي تكلف وتسلف باش تجيب لهم. هم خاصها السكر ديال الدواء ديالها حتى هي في الوقت، وتحدي معاها من الطانسيو ديالها عندها حتى الكوليسترول بزاف. هذا هو الشيء اللي وقع. انت غتدخل سيدي وتشوف. زعما ما نقولش لك الحاله ديالي مزريه ماشي هذاك الشيء اللي كاين.